هو مثال على الشباب والشغف والحماس، مهندس في مجال الطاقة المتجددة والتواصل العلمي، وهو أيضاً كوميديان بلش في مدرجات جامعته وحالياً بعمل بأحلى أعمال فريق فوق السادة على التلفزيون وأونلاين. حالياً عم بحضر لعمل علمي باسم ثاني أكسيد العلوم، رح يلعب معكم لعبة خفيفة. الكبير الكريم الكيري كركديه عبد الله شمالي. مرحبا، هاي خليها شوي لبعدين، ذكروني فيها. طيب، بس عاد انك انت بالاخضر، ايش اسمك؟ محي الدين. طيب محي الدين، انت اكتشفت علاج للسرطان، علاج كامل لكل انواع السرطان، سريع جدا، رخيص جدا، من كثر الحماس على السريع قلت بدي ايش اسجلها باتنت. رحت اخذ طياره، اول طياره رحت طلعت على الطريق طياره وقعدت، كل راح مات، تلاشى، انت صرت رماد، رماد راح بالهواء بعيد الشر. ايش استفدنا هيك؟ ما حكيت لحد عن علاج السرطان تبعك، معلومه راحت على الفاضي. لو اي حدا تخيلنا انه انت على بعد 10,000 دولار من اكتشاف حيحسن البشرية، اكتشاف حينقلنا لمراحل اجتماعيا سياسيا اقتصاديا، بس ما في مستثمر واحد مستعد يشارك معك بالعشر تلاف، هاي المجهود راح الفاضي. تخيل انت شغل حياتك 20 سنة من البحث على موضوع مهم جدا كمان، ومحتاج عشان تكمله محتاج معك مساعدة 5 أشخاص، بس هدول 5 أشخاص خبرة متوسطة حتى، بس مش قادر تلاقيهم لأنه المجال اللي بتشتغل فيه ما حدا مهتم فيه وما حدا قرر إنه يدرسه ويختص فيه. وهون نيجي لفكرة مهمة جدا، الساينس كوميونيكيشن، التواصل العلمي. بدون التواصل العلمي كثير أشياء مش ممكن تصير، وهون بيجي دور هاشم، بيجي دور معاذ، اللي هو نقل الفكرة والمعلومة من العلماء للناس، لجموع الناس، سواء مستخدمين، طلاب، مستثمرين، صناع قرار. إذا ما وصلتهم المعلومة، إذا ما وصلهم إنه هذا في مجال فيه له مستقبل، مش ممكن يزدهر المجال نفسه. الطالب إذا سمع المعلومة ممكن ينزرع عنده شغف، وبعدين يدرسه ويختص فيه، ممكن يبدع ويصير عالم بهذا المجال. المستثمر يشوفه ويقول أنا حاب، بدل ما إن الباحث يروح يطارد المستثمر، المستثمر بصير يطارد الباحث، يقول لك أنا مهتم هذا المجال وشارك فيه. عشان هيك المجال التواصل العلمي جدا مهم، وزي ما قالت الأنسة مي هسا، المهم جدا دمج العلوم مع الفن. سمر، أنا حكيت سمر بس أنتوا سمعتوني غلط. مهم جدا دمج الفن مع العلم، عشان هيك احنا حابين نعمل شوية هيك اكتيفيتي بسيط. حطلب مساعدة الجمهور في هاي اللحظة. ففي معانا هون بنت اسمها نور، او شاب هو بزبط على الجهتين اصلا. تفضلي، ممكن تفضلي عندي، شكرا لك. طيب مين هون طوله 190 او اكثر؟ محتاجينك تصور. 190، انزل انزل، ما في داعي تستنى، عادي انزل تفضل. في حمدة كمان طوله 190، 185، تفضل. طيب اوكي، مين هون طوله 150؟ اخوان هسه تفضلي تفضلي تفضلي. طيب مية، بدي 170، فعادي من اي من السطور الاولى تفضل تفضلي. ما شاء الله ما شاء الله، يعطيك العافية. طيب كم واحد صرنا هيك احنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، محتاج كمان شخص. تفضلي تفضلي. طيب نور وين؟ نور تفضل نور. طيب بدي اياك تصفي اول شخص هون، تعال عندي، تعال تعال تفضل، مش معي.
تفضلي هون. تعال هون. جهاد لو سمحتي تيجي هون. تفضلي هون. هسا هتعرف ليش قاعد برتب فيهم. طيب. عندنا الشمس. نور. منوري معانا اليوم يا نور. طيب. اللي بدي أعمله هو تمثيل بسيط للمجموعة الشمسية. نور معنا هون الشمس حتكون اليوم. عفواً. طيب عشان يكون ترتيب صح بس خليني طيب محتاج منك تيجي هون بعد إذنك. تفضلي هون هون. تفضل. طيب في حدا حافظ المجموعة الشمسية كويس؟ طيب هسا هنختبركم. بعد الشمس بيجي مين؟ عطارد. مرحبا عطارد، كيفك شو اخبارك؟ ان شاء الله مبسوطة. اوكي مقربة على الشمس فدايما حر. طيب مين بعد عطارد؟ في حدا حكى زحل؟ الزهرة. سبحان الله بنت، انه تعرف المقولة تقول لك نساء من الزهرة ورجال من المريخ. شو مشكلة؟ طيب عندنا هون ايش بتحب تكون كوكب؟ زمرودة. الارض. عندنا كوكب الارض، بعد كوكب الارض المريخ. مرحبا وسهلا. طبعا انا رتبتهم حسب الطول عشان اورجيكم تناسب الاحجام. طبعا مش هنحكي انه هاي على المقياس 100%، لكن هذا اللي نقدر نشتغل عليه قدامكم حاليا. بعديها بيجي عندنا عملاق غازي. اسمه المشتري. كيفك اخبارك؟ اهلا وسهلا حبيبي. طيب بعد المشتري ايش بيجي؟ زحل. زحل. والله انا جرب صراحه بنفسي من زمان. طيب زحل تفضل، هاي حلقتك انت اكتسبت. لا عادي مش داعي ترقص. لا عادي يا زلمه. عادي يا زلمه مش مشكله. اذا بدك بنفسك احنا جاهزين يعني مستعدين شوي مش مشكله. والله يلا 1 2 3 يلا. مش مشكله مش مشكله، بس خليه حواليك عشان بلاش نخرب قوانين فيزيائيه. تمام. طيب بعد زحل بيجي معانا اورانوس. مرحبا اورانوس. وبعديها بيجي عندنا نبتون. نبتون بعيد وحيد يعني حرام يعني شغال. طيب هاي المجموعة الشمسية بعظمتها نقدر نشوف التفاوت اللي فيها. بس المجموعة الشمسية بتعمل إشي، هي صحيح مش ثابتة بمكانها. إيش بتعمل؟ بتلف حوالين الشمس كل الكواكب كأنه صح؟ طيب خلينا كنا نعمل شيفت صغير لهناك مع بعض، نحرك المجموعة الشمسية. يلا. طيب حركة الكواكب حوالين المجموعة الشمسية هي حركة بعكس عقارب الساعة. كل كوكب بلف بمدار خاص فيه حوالين الشمس بعكس عقارب الساعة. تعرف شو معنى عكس عقارب الساعة؟ كيف؟ هيك. ممتاز، هنستمتع بالعرض. قدموا شوي معنا لقدام، قدموا شوي لعنا قدام. تمام. طيب عطارد انت كثير سريعه، يعني انت في اول مدار الجاذبيه بتاثر فيك كويس. انت كثير سريعه. تمام. لابسه كعب. خلينا نجرب. طيب يلا خلينا نشوف دوران عطارد حول الشمس عقارب الساعة. خربنا المجموعة الشمسية. نعيد من أول. 1 2 3 يلا بلش دورك. لف حولين الشمس. لف، شو بتستنى قاعد؟ المجموعة الشمسية بتمشي وراك، الكواكب سبقوك يا زلمة. امشي. تفضل تفضل. سيداتي سادتي، رقصة المجموعة الشمسية.
استنى شوي كملوا هسا الكواكب بتلف حوالين حالها يا اخوان مش هيك واقفه يعني احنا بدنا محتاجين حركه ايوه شكرا لكم شكرا لجميع الكواكب شكرا لكم يعني اشكرا شكرا زحل اعطيني حلقتك شكرا لك شكرا طيب هذا احد الامثله اللي ممكن تصير للتواصل العلمي كيف تنقل المعلومه تخليها ترسخ في ذهن بني ادم عن طريق تجربه معينه عن طريق دعابه عن طريق موقف معين يصير التواصل العلمي مهم شكرا لكم كان معكم عبد الله مصطفى